بخصوص الجديد اللي يمكن الى كنا نقولوا شيء جديد على قضيه المرحوم انور رحمه الله وجدد عليه الرحمه وبعثه مع عباده الصالحين في جنه النعيم. الخصوص الجديد كما كيتسائلوا مجموعه ديال المواطنين وحنايا اكثر حرقه العائله ديالو خاصه الاب والام اكثر حرقه على الجديد. الجديد لحد الساعه اللي يمكن نقولوه انه القضيه لا زالت تحت يد قاضي ديال التحقيق واللي كنأملوا فيه امل كبير لانه كنظنوا القاضي التحقيق انه واخذ هذه القضيه بالكثير من العنايه وبالكثير من التبصر لانه ما دام ان القضيه لم تحل بعد على وكيل الملك واللي تحل على المحكمه اكيد ان السيد قاضي التحقيق لا زال لم يقتنع بتاتا بكل الحيثيات وكل كذلك الظروف المحيطه بهذه الجريمه اللي كنجدوا الاستنكار والتنديد ديالها واكيد انه لم يقتنع بعد بالاقوال ديال كل من استمع عليهم لانه لو كان حصل له الاقتناع لا اغلق هذه القضيه ولا وضعها بين يدي وكيل الملك. اللي كيبلغنا لحد الساعه بان السيد قاضي التحقيق علاش قلنا واخذ هذه القضيه بالعنايه اللازمه اللي اصبحت قضيه راي عام لانه استمع للمتهمه واستمع كذلك للمتهم وما استمعش لهم فقط في جلسة واحدة أو جلستين أنه كانت هناك جلسات ديال التحقيق المعمق في انتظار انتهاء التحقيق المعمق لأن الأقوال علاش تحقيق معمق لأنه الأقوال ديال المتهمة يمكن أنها ما تلقاش ديك التطابق ما بين الاقوال وبين الحقيقه لان كاينه شي تساؤلات اللي كيطرحها قاضي التحقيق والتساؤلات اللي كنطرحوها هنا كعائله وما تكونش خارجه ولا بعيده على التساؤلات اللي كيطرحوها المتتبعين واصدقاء والصديقات المرحوم انور لان كيف يعقل لشخصة واحده ان تقتله كيفاش دخلات كيفاش خرجات كيفاش فعلات يعني اسئله كثيره وعديده راه عشرات الاسئله اللي كتطرح وهذه العشرات الاسئله اللي كتطرح خص ضروري قبل ان تحال القضيه على المحاكمه تكون اجوبه اللي هي منطقيه، اجوبه اللي هي موضوعيه، اجوبه اللي هي مقنعه باش 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 فعلا يكون الحكم وتكون المتابعه اللي هي نقولوا حكم عادل ومحاكمه عادله. مادام ان ما حصلش قاضي التحقيق على هذه الاجوبه المقنعه انه هناك نقط رماديه وهناك نقط فراغ يجب ان يملاها والنقط الرماديه يجب ان يوضحها وهذا التوضيح لن يمر الا عبر الاستماع الى المتهمه ولا الاستماع للمتهمين ولا الاستماع لكل من اصدقاء وصديقات ولكن كل شيء ما يستمعش للمتهم لكل من له علاقه بهذه الجريمه النكراء من قريب او من بعيد وعيختم هذا قاضي التحقيق اكيد عتختم هذه القضيه باش يغلقها ضروري عتختم باستدعاء العائله الاب والام ديال الضحيه انور من اجل على الاقل كما كنقولوا المواجهه ما بينهم ما دام ان هذه المواجهه لم تحصل بعد فاكيد انه القاضي ديال التحقيق لم يصل بعد الى ملء الفراغات وازاله الغموض على النقط الرماديه. نحن كما قلنا منذ البدايه نطالب وامنا السرعه باش تظهر الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه ولكن قلنا في البدايه اننا مع السرعه ولكن ماشي مع التسرع وماشي مع الظلم. فعلا الام ديالو والاب ديالو لحد الساعه يتساءلون ويسألون على هذا التأخر ويريدون أن تسرع القضية ولكن في نفس الوقت عندهم أمل كبير في القاضي الجليس قاضي الجلوس أو قاضي التحقيق أنه أكيد عيزيد كل الغموض وعلق الأجوبة لكل الأسئلة اللي كتطرح لنا ونتمنى أن يقع هذا الأمر في قريب الأيام. والحادثة تقريبا دابا راه داخل الشهر الثالث ولكن راه بحال هاد القضايا راه اللي كيتبعوها راه بعض المرات تصل 6 شهور 7 شهور بعض المرات الى سنة او اكثر لان بعض المرات المتهمين كيحاولوا يخفيوا بعض الحقائق ولكن في ديك كيخفيوا الحقائق راه بحال واحد السلسلة كتكون واحد الحلقة مفقودة والقاضي التحقيق المهمة ديالو هي الكشف على تلك الحلقة المفقودة. مادام ان تلك السلسلة فيها حلقة مفقودة ما فقاضي التحقيق عايز يستمر في العمل ديالو الى ان
يركب يعيد تركيب الخيوط الجريمه باش ديك الساعات السلاسل كلها تكون باينه، باش ديك الساعات يمكن تمثيل الجريمه ويكون حاصل الاقتناع وتتم المحاكمه ديك الساعات محاكمه عادله ومشروعه، وتكون كذلك الحقيقه كامله اللي كيطلب بها كل شيء الحقيقه. اول واحد كيطلب بهذه الحقيقه هو المرحوم انوار ثم عائلته. انا قلت عندنا بزاف ديال الشكوك، وهاد الشكوك اللي عندنا هي اكيد هي الشكوك اللي عند الصحافه، هي الشكوك اللي عند الاسئله اللي عند المتتبعين، هي الشكوك اللي عندها. ماشي وقت اننا نطرحوا هذا بها احنا في من كنشكوا، مادام ما قدمناش باقي، لان باقي ما طلعناش على الملف النهائي، والملف النهائي ما يمكنش الاطلاع عليه الا بعد اغلاقه واحالته على وكيل الملك. اما الان فالقضيه تحاط بما يسمى بسريه التحقيق، وهذا سريه التحقيق اي واحد خرج على سريه التحقيق ولا ثبت عليه انه خرج وخرج باسرار التحقيق، راه من الحق انه المتابعه ديالو حتى لو كان محاميا وخرج سريه ديال التحقيق، راه الجسم ديال المحاماه والناقب ديال المحامين عنده الحق انه يتابعوا، لانه كشف وفشى واحد السر من السر ديال التحقيق وما دارش بالبرش بالقصن ديالو. لهذا الامر كيبقى امام الاشاعات، وحنا كعائله ما بغيناش ندخلوا في هذه الاشاعات، لان الاشاعات لن تولد اشاعات، والاشاعات لن تولد الا ضحايا جدد وتوضح ازمات اخرى للعائلات وغيرها. حنا شفنا في البدايه ان مجموعه الاشاعات، مجموعه المواقع الصفراء علاش تكلمت وتكلمت هذه ام عاجل، هذا ام الضحيه وللضحيه. وحنا الان كنقول ان لا الوالد ديال انوار ولا ام ديال انوار لم يصرحوا لحد الساعه لاي موقع اعلامي ولا مخرج، اي حاجه اللي كتخرج فماشي هما. ولهذا كنحييو المواقع بحالكم، المواقع اللي كتمشي للمصدر ديال الحقيقه، فنحن بعيدين وكنبعدوا على الاشاعه وما باغيين نتهموا حتى شي واحد بالباطل. ولكن هذا لا يعني او لا يمنع ان لدينا اسئلتنا ولدينا تساؤلاتنا ولدينا نقط الرماديه اللي بغيناها، نتمنى ان يوضحها ويجاوب عليها قاضي التحقيق، لان هذا هو املنا.